شك هاي الرسالة أو هاي الوقفة التضامنية الأسبوعية الذي ينفذوها أهالي الأسر والأسر المحررين تحديدا في محافظة تركرم وأمام الصليب الأحمر، لا طبعا تعكس الرفع المعنوي لأسرانا، طبعا تشد من أزرهم، طبعا لا تعمل بالإشي المستوى المطلوب، ولكن إحنا نطلب من الجميع إن كان مؤسسات مدنية مؤسسات محلية أن تفعل هذه الوقفة التضامنية مع الأسرى حتى يصل صوتهم ومعاناتهم إلى جميع العالم، لأنه إحنا في عنا عشرات من الأسرى الذين يعانون الموت، وخصوصا الأسير موفق العروق، هذا موفق العروق الذي يدفع فاتورة الإهمال الطبي، ونحن كأهالي أسر وأسر محررين طبعا نفعل دور ومعاناة هاي الأسرى حتى أنه جميع المؤسسات بما فيها المؤسسات العالمية أن توقف عند مسؤولياتها باتجاه هاي الأسرى وتحاسب المسؤولين عن الإهمال الطبي وبالتحديدا في مصلحة السجون الإسرائيلية الشاباسك.